عندنا سؤال عن الفرق ما بين التدريب والهومورك على الكمبيوتر على التابلت وعلى الورقة والقلم في الجيل الحالي اللي كل حياته بقت على الكمبيوتر وعلى التابلت سؤال من ولي أمر بيقول إن أنا بنتي في جريد 7 وعايشين في أمريكا بصراحة كل درجاتها جميلة بس دايما كل الوقت بتحل الهومورك على الكمبيوتر ازاي اقدر اشجعها على استخدام الايد في الكتابه وازاي اشجعها على القراءه. طبعا ده سؤال مهم جدا 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 بس قبل ما ارد عليه لازم ان احنا نسال نفسنا ولادنا بيحبوا او متعودين على استخدام الكمبيوتر والتابلت والايباد والتليفون ازاي اشجعهم ان هم يستعملوا الورقه والقلم؟ طيب قبل ما نرد على السؤال ده لازم نسال نفسنا بقى ايه؟ هو احنا ليه عايزينهم يستعملوا ورقه وقلم؟ يعني ليه مش عايزينهم يستعملوا بس الكمبيوتر وبس التابلت وبس التليفون؟ كل واحد من حضراتكم هيبقى اجابه مختلفه، انا بس بقول لكم فكروا الاول ايه الهدف علشان نقدر ان احنا نوصل لهم الهدف بتاعنا. يبقى مبدئيا ما ينفعش اقول لبنتي او لابني يا انتوا الجيل بتاعكوا ده على طول بيستعمل الكمبيوتر، يا ابني الورقه والقلم دول ما فيش زيهم احساس الـ الـ صوت القلم وهو ماشي على الورقه الكلام ده مش مش هيدخل مخهم. لازم احنا عندنا بجد سبب مقنع حقيقي علشان نقنعهم بيه. ويا ريت تقولوا لي اي حد يفكر في الكومنتس ايه الاهداف من استخدام الورقه والقلم؟ ايه مميزات استخدام الورقه والقلم؟ طب انا هساعدكم شويه بس انا بقول لكم اسالوا نفسكم الاول اغراضكم الشخصيه ايه علشان تعرفوا توصلوا الفكره دي لولادكم. طيب اولا ايه ميزه الورقه والقلم في رايي انا الشخصي؟ في رايي الشخصي ان في حاجه لها علاقه بالمخ. اوكي بطريقه التفكير حاجه بيلت ان جوانا كبني ادمين ماشي ال الكتاب وال والورق والقلم حاجه موجوده جوه الغريزه بتاعتنا كبني ادمين تمام من 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 قديم الازل وحتى ال الفراعنه وقبل كده كانوا بينحتوا على الصخر وعندهم لغه وبيرسموا حاجات فدي حاجه موجوده فينا فلما اذاكر او لما اكتب حاجه بايدي واشخبط وامسح واستعمل ورقه والقلم دي بتعمل حاجه تساعد البرين بتاعي ان هو يتعلم ودي ممكن تكون يعني سبب كويس ان احنا نقنع ولادنا ان المخ بيتعلم احسن لما يستخدم الورقه والقلم دي حاجه موجوده فينا ان احنا نستخدم الحواس بتاعتنا اكتر ودي حاجه فعليه لما بستعمل ورقه وقلم لما بحرك ايديا مع عينيا مع وداني مع مخي كل ده التعليم بيكون افضل عن مجرد ان انا ابص باسف على شاشه واقرا الحاجه دي طبعا كتابه على الكمبيوتر والتايبنج وكده ده نوع من الكتابه فمع مش بنقول ان هو غلط ولا خطر ولا حاجه هو كويس وجميل وكل حاجه ولكن دي برضو لها ميزه نفسيه وميزه عقليه كنيورو ساينس يعني من ناحيه الايه العلم يعني ماشي طب ازاي عودهم على الحاجه دي مبدئيا في مواد لازم ان هي تتعمل بالورقه او القلم واهم المواد دي هي الماف فاحنا نعودهم او نعلمهم ان هم يحلوا الماف بالورقه او القلم واي حاجه تانية استعملوا الكمبيوتر يعني بيولوجي، فيزيكس، انجلش، عربي، اكاونتنج، كمبيوتر ساينس، اكيد يعني اي حاجه اعملها على الكمبيوتر براحتك عادي جدا، انما في الماث بالذات كراسه ماث، وكراسه تكون لونها ايه؟ اللون اللي بنت حضرتك بتحبه، وتكون فيري فانسي وتبقى كراسه جميله بقلم جميل بيلمع ب... يعني نحاول ان احنا نديهم ده كحاجه فن الكتابه، ودي بنستعملها في الماث بس. ماشي لان الماث لازم نرسم بايدينا لازم ان احنا نشخبط لازم ان احنا نحرك حاجات يمين وشمال وبتاع والكلام ده هيكون صعب على الكمبيوتر طبعا انا شخصيا يعني تليفوني مش قدامي بس انا كل تليفوناتي من اللي هم بالقلم والتابلت بتاعي اهو فانا بكتب كل حاجه ديجيتالي فدي ممكن تكون برضو خطوه يعني ايباد من اللي فيه الابل بنسل او تليفون جالكسي مثلا نوت او تابلت معاه قلم ده ممكن تكون خطوه ما بين التايبنج واستخدام الكمبيوتر والقرايه على الكمبيوتر وما بين الكتابه بدل ما ندي ورقه وقلم على طول لو دي حاجه هم مش حابينها نبتدي بالكتابه على الديجيتال سكرين ده وبعد كده نجرب حته الكتابه على الورقه خطوه تانية ونصيحه تانية ان احنا نديهم كورس في الكاليجرافي الكاليجرافي اللي هو الخط سواء خط انجليش او عربي او اي لغه هم بيكتبوا بيها ياخدوا كورس اونلاين حتى في الخط الجميل في الفن في الرسم بتاع الخط تخطيط ماشي ده هيشجعهم ان هم يستعملوا الورق والقلم لو عندهم ميول فنيه حته الرسم بالخشب او حتى بالالوان الزيت او بكذا او بكذا كل الحاجات دي هتخلي عندهم علاقه ما بين ال الالم وما بين الورقه هتكبر معاهم وهيبتدي الموضوع ده يكون شيء عندهم حلو حاجه بيحبوها الكمبيوتر ده شيء اساسي وموجود والتليفونات والتايبنج ده عمره ما هيمشي ودايما هيفضل موجود لغايه لما يكبروا على طول احنا كلنا بنستعمل تليفون وبنستعمل الكتابه بالشكل ده في حياتنا اليوميه حب الكتابه والورقه والقلم هيجي بالطرق اللي انا قلتها واللي عنده اي افكار تانية يقول لنا لو سمحتوا في الكومنتس علشان الكل يستفيد